طرحنا آفاق التعاون من خلال إطلاع الوفد على رؤية عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المحاور اللي هي عم تاخد أولوية، وربطنا كل محور بإمكانيات المساهمة أو إمكانيات الدعم اللي ممكن السوريين بأي مكان كانوا، سواء بداخل سوريا أو بخارج سوريا، يكونوا مساهمين، لأنه المسؤولية المجتمعية بالأخير هي يعني مبدأ بيقوم عليه التعاون بين كل فئات المجتمع لحتى يقدر يكون دائما المسار الاجتماعي آمن والاحتياجات المجتمعية ملبات بالشكل الأمثل الممكن. طرحنا إمكانيات مساهمتهم بترميم بعض منشآت المعاهد ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة، أي اللي تعرضت للتدمير بسبب الإرهاب. أحد بحلب اتفقنا بأنه يكون في عندهم مساهمة بترميم المبنى وإعادة تشغيله. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي من أهم الوزارات اللي ممكن نحن نستهدف عملنا فيها، وخاصة بعد توالي هالانتصارات الكبيرة التي حققها جيشنا العربي السوري البطل ومساحات التحرير اللي عم تصير، هذا كله عم بشكل عم بيخلق فرص رد زائدة على عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. فنحن منلاحظ انه اغلب المواطنين السوريين بهمهم الناحية الاجتماعية اللي هن اساس بالنسبة لهم، فنحن جينا لنقدم شو فينا نقدم مشاريع بتهم الوزارة، ويصير في نوع من التشاركية بين الجالية المغتربة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لنقدر نطور المراكز بكل أشكالها، إن كانت مراكز إعاقية أو مراكز اجتماعية أو مراكز مساعدات.